بين دمار أبنية تالفة المحتويات وبين تركيبة سكانية مثخنة بقصص الوجع وحكايات الألم، لا زالت أغلب أحياء مدينة تعز تعيش نتائج مأساوية لحرب عبثية أقدمت عليها ميليشيا صالح والحوثي قبل 4 سنوات، ولا زالت مستمرة حتى اليوم. هذه الأحياء بالرغم من خطورة العيش والبقاء فيها لوقوعها بالقرب من خطوط التماس الأمامية، إلا أن بعض السكان البسطاء أجبروا على العودة، لا سيما بعدما تجرعوا ويلات التشرد والنزوح وطالت أمدها. من هذه الأحياء التي سنحت لنا الفرصة الاقتراب من محيطها بحذر حي المحوى بمنطقة الموشكي مديرية صالة في الاتجاه الشرقي من المدينة، الذي يعد أكبر تجمع سكاني للمهمشين. كان لهذا الحي مع أحداث المرور الأول لميليشيا الإنقلاب تفاصيل متداخلة بدأت بشكل فعلي من خلال تسيير الميليشيا رتلا عسكريا من جولة القصر وصولا إلى جولة زيد الموشكي، وما إن وصل إليه حتى اندفع أبناء هذا الحي إلى جوار أبناء الأحياء المحيطة لإيقاف ذلك التمدد المراد منه إسقاط الحي والسيطرة على قلب المدينة، فكان الحي حائط الصد الأول بوجه الميليشيا. فكانوا حاولوا يدخلوا بالدبابة لهنا لما زيد المشكي، لما البقالة حقها الحذيفي عند القولة، الشباب أصحابنا وعيالنا الحوتي أقى شلوا حجار بعدهم بعد الدبابة، كانوا يقفزوا القفز، الحوتي دوار بالدبابة هارب، والمقاومة صح قاموا معنا أصحابنا وقروا بعد الدبابة الرجال رجع مشى وقطع رجل صاحبه من كثر الخوف الرعب. حسينا بالحوتل وهم هاجمين علينا، ما حسينا بهمش كذا وجهان لوج، حسينا بالهجمة لفوقنا والقذائف قد الموت فوقنا والإسعافات اللهم له الحمد. أثارت هذه الخطوة حفيظة الميليشيا وشعرت بمدى انكسارها، لتذهب إثر ذلك إلى التمركز على تخومه الشرقية في كل من تلة سوفتيل والمستشفى الدولي ومحطة الجهيم، وباشرت الحي بعملية قصف انتقامية بكل أنواع الأسلحة، أثارت الرعب بين السكان وألحقت أضرارا بالغة في منازلهم البسيطة والمتواضعة، حتى أصبح الكثيرون منهم في العراء ليجبروا على النزوح والنفاذ بأرواحهم. الضرب كان فوقنا تقول زي المطر من الحرين ومن الأمن المركزي ومن الشاقب، من سفتيل ومن الجهيم، قضايف شنيعة مرة، ضرب لهنا أكثر الناس تأذوا وشلوا نفوسهم خرجوا، واللي بعضهم ناضلوا يعني لا قدم، جلسوا ناضلوا كان 7 شهور أو 5 شهور، زاد الانفجار والضرب والقضايف والقتلى والشهداء نزحوا، خلونا شحالنا حتى بيتي مخرب، حتى وأنا كلي شظايا يعني مثل المطر، وحن بيتي مخرب كل إحنا مخربين، حتى الحارة كلها مكسر، نزحنا الحوبان، بعد ما نزحنا الحوبان جلست 4 سنين والحوبان دحين رجعت لا بيتي، يعني جالس بيت وحماش بيتي مخرب. احنا نمشي لا ندخل الحوتا ولا ندخل علي بالمقاومة يسدون، ما دخلنا علي بذنبنا يعني ولا ذنبنا حاجة، هم يعني لا دخل حال الضرب، نزحنا الحوبان ضرب فوقنا فقال جهال والله دخل حرى ضرب، حسبي الله ونعم الوكيل. ما أدري كيضربوا لهم على المواطنين، ما بشهنوا لا عسكر ولا أبو حاجة ولا أبو جيش ولا أبو حاجة،
هكا يضربوا لهم ثاني فوق الناس. قليل هم السكان الذين أجبرتهم الظروف على البقاء، لكن حدة الانتقام لدى ميليشيا الانقلاب لم تتوقف واستمرت بقصف الحي على الدوام، كما يقول الباقون هنا. فارع أحد السكان الباقين في الحي وأول المتضررين من قذائف الميليشيا، قذائف أتت على منزله وأحرقته بكل ما فيه من أدوات ومواش. اتضررت جميع البيوت من الضرب، والقذائف والرصاص العشوائية لفوق المواطنين. اتضررنا احنا وبيوتنا، وراحوا كم قتلاء من اصحابنا وعيال اخواننا، وحرقوا بيوتنا بيوت جيراننا. مضطرين يعني ما نقدر نجلس هنا، جالسين بين بغرفة لا تدرس عماه، غرفة صغيرة، محتوين من نحن 8 أنفار 6 أنفار نرقد وسط الغرفة، ما نقدرش نتحرك منها. أشتي أنا بيتي زي ما كان، ما يرجع لي، وأنا إنسان ضبحان يعلم الله بالحال، مريض، كنت أشتغل حمام، ذا الحين خلاص الحمد لله أجل الحالة الدهورة، عندي القلب وعندي ضيق بالتنفس، ما أقدرش أتحمل. بالله عليك، بيت عشوائي يضرب بهاون، عشوائي صندقة يضرب بهاون، طيب ليش ما يضرب لك على قولتك؟ يقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ليش ما يروحوا قرب إسرائيل قرب كذا؟ يقول قرب تعز، كان يكمل الموت حق واحد ومن يسرح نسحب الثاني، شباب عيال شباب، واحد برأس الحارة مكانه قذيفة، قاعد هو يغسل رجله الصلاة وقاعد تمسحه لداخلة الدكان حقه، قدرة الله. دمار، الدمار شامل، دمار الحارة في دمار شامل من قبل الحوثة، تمام. وكانوا تقريبا 570 أسرة داخل المنطقة، نزحوا كامل، ولو وقعوا إلا 2 أو 3 تقريبا، الذي كانوا مواجيد 3 من سبب ايش؟ سبب الحرب. صابرين برغم الرقم مكان احنا بيوتنا بخط النار، لكن الحمد لله صابرين، لقدرنا ننزح وننزح، نهرب من الموت، ما حد يهرب من الموت، ما من الموت مفر، مهما ضعنا انه الموت مكانه ملاحق نحنا. عائض هو الآخر، عاش تفاصيل قصة مؤلمة أحدثتها قذيفة دبابة أطلقتها الميليشيا من مواقع تمركزها في منطقة الحرير، استهدفت منزله بشكل مباشر، نسفت المنزل من القواعد وحصدت 4 من أولاده دفعة واحدة، بمشهد يلخص المشروع الإجرامي التخريبي الذي انتهجته ميليشيا صالح والحوثي. رحنا الحوضان نزحناش قي اسبوع كذا، وروحنا لهنا جلسنا كذا مدة، قاقينا اللي من عند الحوثي قضيفة، ما احنا دارين فين، قلنا معلا جلسنا كذا ساعة الساعة 12 معلا، اقول للناس اسعفوا لنا هون من أصحاب الحارة اللي هنا وجوارنا، ولا ما احنا خلاص خليها على الله، بس 4 أنفار مالك مش قليل، مش عطط ولا مش عططة، معلقطوهم للناس شلوهم.
سعفوا له المستشفى خلاص قد توفوا. هذا اسمي شفيقة ووسيل ووضحة حسين نوم 4 24 21 12 سنة و21 و8 سنين من خرج إلا معانا واحد والله ما الباقي توفوا بساعتهم. أنا من المسعفين اللي سعفت عايض وعياله لمستشفى الثورة. وصلناهم إلى مستشفى الثورة حاجة شنيعة بين عياله ومعه بنات بين بناته بين زوجته ودوخات وعايض كمان دواخ وعياله كلهم قل لك سعفناهم للمستشفى. تعورت هنا برجلي والحق حقي هنا والولد الثاني هنا برجله بس خرجنا ولا في بناشي. أصلا عايض جالس بخط النار خط التماس أصحابنا يضربوا من فوقه والحوثاء يردوا. كانت أقول عايض يا عايض يا أخي تعال أخرج من بيتك تعال أنا بفتح لك بيتي. كانوا أنا أصلا عيالي نازحين تعال يا أخي بفتح لك بيتي ما بين أحد وأنا برقد بالشارع ولا بشوف لأي بيت برقد فيه وخليك داخل بيتي. يقول لي يا أخي أنا داخل بيتي ما أقدرش أخرج من بيتي. إحنا بالوسط والمعسكر قبلنا وبعدنا معسكرات. إحنا بقينا بالأمر الواقع الآن إحنا ورانا مقاومة وبعدنا وقبلنا حوتة إيش اللي نعمله. أنا قانا حالتي حالة أمشي والله ممشي على حبوب واصل وانا تشوفهم قدامي انا ما اروح اشوفهم قدامي بس مش اعمال حق الله. حورية احدى الشواهد الحية التي عايشت الجرائم البشعة لميليشيا الانقلاب في هذا الحي بشكل عام وأسرتها بشكل خاص. أولى الجرائم التي اكتوت بها كانت في العام 2015 حين لحقت قذيفة بابنتها خديجة إلى موطئ نزوحها خارج الحي وغيبتها عن الحياة مع أطفالها 5 في لحظة واحدة. قصة بنتي والله كان اشتباكات قوي الساعة 9:30 كذا 10:30 خرجت دور واحد من أولاده وهو يناقل ما للموقع خرجت صيح فجأة تقل قذيفة تبزه وأولاده 5 واحد من الجيران حق البيوت. أقولي ناس وأقولي إخوانا اللي كانوا عندي رايحين ضيوف أشتروا لعدهم كانوا سامن بالشارع رايحين لعند البيت هون يناقل لنا وعياله بالإسعاف وأخوانا باب المستشفى يتفكروا من هم هذول. واحد من الجماعة عرف واحدة من خواتها قال أضمها الخديجة بلغوهم وهي كان نازح بمدرسة البراعم مستشفى الثورة وقع قدرة الله نصيبه وقدره. معه عندي 3 بنت بين حالة نفسية واثنين عيالها كنا بالشارع يطلبوا الله على انفسهم تقفلوا لهم سيارات البنت كان بالدور الثاني حق المدرسة أمها دعايا خديجة وهي بدأ تبدي قام لقط أمها وأخوانها لحم معها ولا كفتنا العالم البنت. ما كادت حورية أن تفيق من هول الصدمة حتى فجعت مرة أخرى بمقتل ولدها علي ولحقه على فترات متفرقة 3 من أخواتها بتفاصيل أحداث مختلفة وقصص محزنة. ابني عمره 14 سنة شباب
اليوم الاول عدني شاورت له خطوبه، الثالث يوم ضربوا النوب براسه، عندنا لا عندي وين اشتغل. كنت جالس استقبل ابصر مع هاني موظفه هاني بالصحه، جالس استقبل الناس المعورين وهذا، وفجاه اخر واحد اللي هو ابني ما دراتوش متى قبر انه خلاص، وقعت بي جلطه خفيفه برجلي ويدي وخلاص الحمد لله. ودعته بعروس، لو حددت كم عدد الشهداء حقي معي 12 نفر او 13 نفر، اخواني لحالهم ثلاثه اللي قتلوهم كذا الحوته بطره بخط صاله بالبيوت حقهم، واحد قتل عليه واحنا برباشه وقت الهجمه، اجا قذيفه ونحنا ماشيين مكانه فكت دماغ حقه فكوك زي الحبحب، ومعي ملفه بالبيت وراسه مفكوك وقت ما قطعوا الدحين والحمد لله. أضرار مادية أخرى استمرت ميليشيا الانقلاب في إحداثها بهذا الحي على مدى 4 سنوات، 4 أعوام من تساقط قذائف الميليشيا على المنازل البسيطة هنا، ما أدى إلى إحراقها بكل محتوياتها، ولم تدع لأصحابها بصيص أمل في الحياة مجددا. قصة الحريق من ميليشيات الحوثي 14 37، هاونات، دبابات يضربوا، كانوا علينا واصل. سبب الحريق، الحريق ما هو أول حريق ولا ثاني حريق، يمكن خمسة حريق، حريق عند مديرية صالة، حريق وراء الدران، وحريق تحت، حرقكم الآن، تضرروا بيوت وتضرروا زي ما انت شايف الآن. ايش اللي يدور مع غريم القفو اخرقوه قبهات؟ ما ذنب المواطن يضرب على لبيته وهو راقد؟ ما ذنبه؟ أنا متحمل بندق عسكري لما يسمر يضرب لداخل بيتي ولا لفوقي وأنا ماشي طريقي؟ موظفة معي مكنوس، معي مكنوس على قطب القهالي. الحرق كنت أشاهده من هنا للأربعين كنت أشاهده في الليل، كثر العاقل ما قصر، العاقل 30 ما قصر، كان ينزل للوايتات البوابر حق الماء من قول السنان يطلعهم ونزلهم خط النار وهو يطفي الحريق في أسرة تحت عند قدام مديرية الصالة، كان هناك عادي كثر الحريق. أقول لك أشوفه للأربعين آخر الليل، للأربعين أشوفه، والآخر 30 جاب البوابير على حسابه الخاص. حي المحوى اليوم واقع مليء بانتهاكات ميليشيا الانقلاب وقصص السكان المؤلمة، واقع جعل أغلب ساكنيه يتجرعون مرارة النزوح والتشرد والشتات. الأمر من ذلك أن تواجد الميليشيا لا زال بالقرب من الناحية الشرقية للحي، والعائدون يهددهم الخوف والفزع والنوائب في كل لحظة، ليس أمامهم مأمن سوى العناية الإلهية. المحوى هو بخط النار مقابل جنب، ما فيش مسافة من هنا لما محطة القيم تقريبا أكثر من قليل أو 10 كيلو من الحارة حتى منطقة المحوى لما منطقة القيم، بين أنا الزفت شفت الشارع اللهم صل على النبي بوفية الريان الذي على الجسر وراه الأمن المركزي وراه محطة القيم الذي كانوا يضربوا من هناك لما حارتنا، استهدفوا الشجر والحجار والطيور. حتى انا اقول لك اول كلمتك انا الاطفال مع العجاوز مع الشيوخ ومع ولا خلوا اي شيء، كفايه علينا لحد الان حرب، يكفي نحن دماء، يكفي، حرام
حرام عليهم يرجعوا لهم بلادهم، اللي معه حاجة يروح يدورها بعيد، من فوق المواطن من فوق الشعب هذا. ما ذنبنا نحن؟ الحمد لله ما ذنبنا، يكفي نحن دي ما كملوا قهالنا وكملوا كلهم بازين عدهم بازين، ما ذنبهم. اللي عاده يبزو من امه وخرج يحارب الحوت لما هو يضربه ولا يقرح راسه. الله ان شاء الله بخالي ومعبود ان شاء الله ربي انه يحبط اعمالهم، الله لا ثبتهم ولا نجحهم، الله يحبط عملهم، الله لا ثبتهم على 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 القول الصالح. الله لا بارك بهم، احرقوا قلوبنا ودمروا جهالنا، الله يدمرهم، الله لا فادهم، الله يساوي ما بيننا وبينهم ان شاء الله بحق قولا كريم بحق ام مجروح.